أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Once again, now I will recite Durud-e-Sharif for you for the sake of Allah Ta'ala, for the happiness of Allah Ta'ala. आप भी ये ज़ुबानी याद कर लीजिए Durud-e-Sharif और खूब फ़ायदे उठाइए, मौज कीजिए. आइए सुनते हैं Durud-e-Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب من عجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسمى الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مسمى المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الهرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما اب تین دفعہ ربائی سرکار پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے. یہ ربائی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 11 دفعہ پڑھیں گے تو آپ اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم. آئیے سنتے ہیں ربائی سرکار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. یہ ذکر فکر سے طبیعت میں تبدیلی آتی ہے اور جس بات کی انسان کو ضرورت ہے کہ وہ فزیکلی فٹ ہو، ہیلدی، ویلدی اور سمارٹ ہو، تو یہ جو بالوں کی مسائل ہوتے ہیں، بال لمبے کرنے، چمکیلے ہونے، خوبصورت ہونے، اس کے لیے ایک تسبیح ہے. اگر یہ روزانہ 100 دفعہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ بالوں کی جملہ
बीमारियों से बचत रहेगी। तस्बीह इस तरह है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अल्लाह या बारियो या मुसव्विरो, या अल्लाह या बारियो या मुसव्विरो, या अल्लाह या बारियो या मुसव्विरो, या अल्लाह या बारियो या मुसव्विरो। ये तस्बीह 100 दफ़ा रोज़ाना कर लें तो इंशाल्लाह बालों के सारे मसाइल से बचे रहेंगे। फिर मर्दों के सर पर ऐन मुमकिन एयरपोर्ट ना बने। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए और दुरूद शरीफ को याद कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की कसरत रखिए ताकि दोज़ख की जो आग है उससे बचा जा सके, दोज़ख से बचा जा सके और जन्नत यकीनी बन जाए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।